كبير لمحيط قلقنا والمدرب منير راشد. نحكيو على نادي الافريقي ايضا من جمله الاكتواليتي. نبدا بك كوتش جمال حاجي. منذ الكبير تقريبا منذ تعاقده مع هذا ثالث مدرب السنه بالنسبه للنادي الافريقي، هذا فعليا معنا بعد فتره سعيد السيبي ميشيل كافالي والتي لم تعمر طويلا، بعد جاء منذر الكبير الفتره هذه تقريبا في السنوات الاخيره وكان المدرب التونسي اصبح لا يحتمل الضغط الكبير، معناه كي تشوفوا احنا في اللي ديفيت. لكن في معطى كما هذه كما نقولوا منذر الكبير يرفض المغادره، حسب رايك انت ما حكيتش مع منذر الكبير، لكن علاش رفض المغادره؟ هو منذر الكبير مثله مثل المدربين التوانسه، اليوم التدريب في تونس اصبح معناها معضله كبيره، اصبح صعيب 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 برشا. علاش؟ بخلاف الكفاءات، احنا ماناش مش نقيموا منذر الكبير ولا غيره، اليوم فما مشكل اسمه الفيستير. مشكل اسمه الفيستير كبير برشا. سعيد السيبي علاش خرج؟ سعيد السيبي عمل نتائج باهيه لكن الناس كل كانت تستنى له في الدوره. علاش؟ لانه ما غير شيء على مستوى الفيستير، ما غير شيء على مستوى التشكيله. الناس كل نعرفوا النادي الافريقي عنده شبان قادمين على مهل، ثم تكوين، ثم خدمه على مستوى ليجون. كي تجي انت في ايكيب سينيور تخرج اربعه ولا خمسه من ليسبوار طلعهم للسينيور راه مش شويه. لكن الاشكال انه مربوط حتى بالمدير الرياضي انذاك اسامه السلامي، بعد جاي سابر خليفه وتواصلت نفس المنظومه، خليني نقول على مسؤوليتي، تواصلت نفس المنظومه نتاع الملاعبيه ومتاع ما يدور في الفيستير. وهذاك علاش الاختيار كان جاء على منذر كبير، لانه منذر كبير جاء من تدريب المنتخب الوطني، صحيح. مدرب كبير، شخصيه كبيره، يلزم يغير في الفيستير. يبدو انا مانيش باش نجزم هنا، يبدو ان الامور تواصلت، خاطر انا مش نحكم من المباراه الاخيره. المباراه الاخيره والتعويضات اللي صارت بعد 2-0 متاخره ياسر، كان ينجم يبدا بها. لكن يبدو ان الامور في النادي الافريقي انا نعتبرها، خلينا من المدربين، نجم تجيب اكبر مدرب اليوم في النادي الافريقي وما تمشيش الامور. انا نعتقد انه الاشكال والبروبليم الكبير في النادي الافريقي هو تسييري بحت. تسييري بحت. بالنسبه للاشكاليه تبقى مشاكل اداريه بالنسبه للنادي الافريقي. مشاكل اداريه، مشاكل انضباط، مشاكل كذا، كل هذه مش من مشمولات منظر الكبير. منظر الكبير مدرب جاي يشتغل على روحه، مدرب محترف، يلزم توفر له انت الارضيه باش ينجم يوصل افكاره وينجم يعطيك البيرفورمانس. بيرفورمانس ما مشيتش مع منذر كبير. يبدو أن الإشكاليات على مستوى التسيير والإشكاليات، معناها فما كلونات في الفيستير. الناس كل تحدث عليها اليوم أنه ثم إشكال كبير في الفيستير اليوم في النادي الإفريقي. دونك هذا اللي يلزم يتصلح تو دابور وبعد نحكوا. لانه شوف انا شو نقول، حتى على الترجي والجمعيات الاخرين، سي اس اس ليتوال، ثم جمعيات قاعده تضيع في تاريخ، تضيع في سنوات، خاطر اليوم الجينيراسيون الموجوده في النادي الافريقي راهي تنجم تعمل تتويج. ما نقولش البطوله ولا كاس الموجود الحالي، ينجم يعمل تتويج. شوف حتى النادي الافريقي حتى كي كان مع سعيد السيبي راهو فيه سات وبيان ويت انترناسيونو. فهمت؟ كوسي في بنين، الاولاد الموجودين معناها في المنتخب الاول والثاني، فما ديز انترناسيونو، فما باز كبيره نتاع امور فنيه ونتاع جوارات ونتاع ايفيكتيف. لكن الامور ما مشاتش، وكل عام الاشكال ما يجيش تقريبا من المشاكل الفنيه ومن النتائج، تجي من المشاكل الموجوده اللي احنا ما نسمعوش بها، نسمعوا بها اتوري اترافير على المستوى التسييري وكذا. واكبر دليل على كلامي انا اللي نقول فيه توا هو استقاله يوسف العلبي. استقالة ما استقالش منظر كبير، استقال رئيس جمعية ولا دونك ثم إشكال في لهنا. ناصر البدوي يرفض المغادرة، لأنه يرفض المغادرة من شفنا أصوات كبيرة تعالت بضرورة تغيير الإطار الفني. فما من يتحدث عن جانب أنه منظر الكبير يحب ينهي عقده إلى غاية 30 جوان مع النادي الإفريقي، فما من تحدث أنه منظر الكبير ربما قد أراد فرصة أخرى، حب على فرصة أخرى من أجل إعادة ربما إثبات وإعادة توزيع الأوراق في النادي الإفريقي وغيره. ولكن الخبر الموجود أنه منذ الكبير يرفض مغادرة النادي الإفريقي. لكن فما حاجة أخرى زادة حاتم ناخذها بعين الاعتبار، اليوم راه فما كي تبدأ علاقة ما بين المدرب وهيئة مديرة يلزم يكونوا زوز أطراف يتفقوا على فسخ العقد. ما تنجمش اليوم مدرب معناتها تفسخ له عقده وهو مازال عنده كونترا معك. وفما حاجه اخرى، كانك انت زاده معاش مقتنع به مهما كانت الظروف، تقولوا يا خويا انا ما يساعدني، اجا نتفاهموا ونقعدوا على طاوله نتفاهموا قداش حسابك شنو موجود في الكونترا ونعطيه. نعتقد اللي قاعده 50 50
ما دام انا عطيته فرصه باش نعاود نعطيه فرصه اخرى يمكن زاد عندي قناعات اللي ماشي الكل منظر الكبير يتحمس وليتها زاد فما تكون حتى كان نسبه مئويه صغيره لكن موجوده خاطر لجورجي انا نعرف وقت اللي مسؤول يهز يده على مدرب ما باش تكون نقولوا احنا التضحيات الماديه ما عادش باش يوخ خاطر اون فوا ما عادش مقتنع بيك يقول لك سي انت ما عادش راجل المرحله اجي ناخذ على طاوله كيلكو سوا لي كونديسيون نتفقوا ونفسخوا العقد هذا اليوم ما دام ما اعطاته الكلوب افريكان ولا المسؤولين الجدد عطاوه فرصه اخرى بتاتر مازالوا يحسوا اللي في منظر بتاتر نجم يكمل المرحله هذه بون يمكن زاد الصيغه والطريقه كلها تختلف هذه كلها ما تقعد نيغوسياسيون ما بين زوز اطراف اللي كيما قعدت مع عطاو انا ديما حاتم راه فما حاجات اللي نقولهم ونعاودهم راو كيما تجيب الناس بطريقه نتاع تربيه واخلاق كيما يمشيوا خاطر نجموا ما نتفقوش كرويا انت اليوم ما تساعدني انا جبتك بالهلال وفرحت بيك اليوم انا شفتك ماكش راجل مناسب في المكان المناسب تمشي على روحك مش لازم من غير تطيح قدر ومن غير كلام زايد وكلام ناقص وكلام مش في بلاصته ومن غير ما يمسوا احترام بعضهم انا نعتقد العلاقه التشغليه معناتها العلاقه اللي تربط الزوز من الناس يلزمها توفى بالاحترام انا نتصور مادام منظر قعد فما قناعه نتاع الهيئه انه بتات المرحله مازال هذا علاش في كل عقد يهديكم يصلح رايكم يفو تو تنفيزاجي في كل عقد يتعمل كاي عقد نتاع عمل فيه ديبو وفيه فان وفيه لا قدر الله لا قدر الله سبحان الله يا اخي حتى واحد ما يعرف علم الغيب راه يفو تو بريفوار في الحياه هذه راه والحياه هذه راهي متقلبه ماهيش فهمتني ولا فيك سي با لون فلوف ترونكيل راه يفو تو بريفوار يا خويا اليوم ماني نجيبش نحكي مع ناصر نحب نشد ليكيب بريمير قول له ناصر خويا ان شاء الله تنجح ان شاء الله كذا ونوفرك ظروف النجاح كذا ابدا يا سي ناصر ما مشيتش معاه ضربت على البار وخرجت لقى نعيمه وقزبار فهمتني يحفروا له لقى الدكتور فهمتني ولا يحب نعيمه بلاصته يصير في الجمعيات كلها يكون هو تخبر كي في الاوروب ويصير كي ميتش وجماعته يحفروا لتوخل الاخرين يحبوا يخليوه ولا حب العجره يا سيدي حط انت ان ارتيكل اوكا او ما مشيتش الامور ما تفهمناش ما كذا يا خويا باش ياخذ شيريتين باش ياخذ ثلاثه شيريتين موجود يا دوك راه الارتيكل موجود ما تحبوا هو المعلومه اللي عندي فما ارتيكل بشهرين يلزم تدفع اما لو ما يحبوش يعطيو شهرين اصلا يحبوا يفسد ربي ديريكت انا كنت واضح في كلامي اليوم وقت اللي انت مسؤول ما عادش عندك قناعه في المدرسة مستعد تعمل تضحيه ماديه تقول انا مش راجل المرحله نحي وتعطيه شهرين وفي خير هي لما تمشي بخير 50 ما انت بيتك تقول بتاتر هو منظر كبير مصحح حتى 30 جوان 25 اما نعتقد الكلوب بعد المشاكل اللي صارت لها الكل كان مش قادر تعمل كلوز كي منها كي عاد سامحني فريق قاعدين يسيروا ممكن حتى التايمينغ بتاع الشونجمون معناها كنت بكري ناصر انجور جوا انت عملتوا مع الاجنبي ما تعملوش مع تونس صحيت فوالا اما امون افي ماهوش وقتها تبديل تو معناها لو طون اي تري ريسترا يمكن 20 دقيقه 25 دقيقه شافعوا المنظر باش يكمل اما الوقت ظريف برشا الوقت فما ثلاثه ماتشات في جمعتين راه انت كاداره تحكي وقت ظريف بالنسبه للجمهور ما عندوش راه وقت الجمهور كان يبدا الجمهور يسير تدخل الدنيا كل بعضها ما راهش شكون قاعد يسير انت في كره القدم التونسيه تو علاه الجمهور نعيمه عندها بار كبيره شو اسمع سامحني عندنا ادارات نهار اللي نوصلوا فهمتي جمهور يسير عندنا ادارات قاعده تتاثر بالفيسبوك تحب ولا تكره قاعده تتاثر بالجماهير سعيد السيبي شكون نحاه كيما الجمهور يحب على الاجنبي ولا لا انت كيما لبيت سر تو حاليا كيف ما شوف وعنده الحق راه الجمهور يقول لك انا نصبر ومن بعديك اذا كان انت ما تلبيليش ترغباتي وتوصل لي للي انا حاسس به غير شنو حاسس الجمهور حاسس يهز لي تروفي حاسس جمعيته تتوج هذا بعد السنين هذا يقول لك انا استنيت عملنا جمعيه مزيانه وعشمتونا وشفنا كره باهيه وقلتونا احسن جمعيه واحسن افكتيف وعندنا ثلاثه لاعبين في كل بوست وبعد تجي تقول لي ليه انا ما نجمش وما خلطتش لان لازم نخلط على بطوله خرس من الكافي ولا هذا هو ما من حق الجمهور انه يجي يتكلم ويقول كذا وكذا الجمهور سامحني الجمهور جيب له حتى ابو سعديه المهم اعطيه شكون يوصلوا للتيتر يا ودي وشكون يوصلني الاوبجيكتيف نتاعي ويطلعني بوديوم ربح اللي ربحني صاحبي هذاك هو في كره قدم انا نقول انا مقبل يا ودي اللي كان مهما كان الشخص اعطيني شكون يربحني ربحني ويجي نعمل لك اللي تحب في الاخر انا مانيش باش نجيبك لداري باش تحضر على سبنتي ولا باش تتعشى معايا اليوم نسير في جمعيه بيان سور يا حاتم يا ودي صاحبي ربحني حتى كان يبدا من هولولولو ما يهمنيش فيه انا اعطيني بالنسبه لي انا عندي اوبجيكتيف سبورتيف في الاخر كلها ما نحبوش شعره مفقعس هو كيفاش ما يهمنيش فيه هذيك حاجه تخصه هو تربحني. انا بالنسبه لي انا رباح نحب شكون يربحني اللي يحط يده ماشيني فير لافون الدكتور جمال الحاجي احنا تو باش ناخذ ربما